إذا summary of Ziegler Nichols. When is it used? وكمان I can access the plant for testing. يعني مش دائما البلانت بتوفر لي اروح اعملها تيستنج، اوكي؟ اذا and we have access. اوكي اذا هذا اول سؤال، امتى بستعملها؟ اذا عندي الموديل ما بستعملها. بستعمل شيء ثاني. ماشي واضح؟ اذا عندي الموديل ما بستعملها. إذا ما عندي الموديل بدي اضطر هذه أحد الطرق اللي أستخدمها، طبعاً في طرق ثانية بعمل سيستم ايدنتيفيكيشن بعمل الأشياء الأخرى هون، بس احنا بنقول بشكل عام إذا البلانت عندي الموديل تبعها أنون وعندي أكسس بقدر أدخل عليها انبوتس وأفحص الأوتبوت، وطبعاً في عندي هون سيفتي كونسيدريشن إن ذا كلوز لوب ميثود. أو خلينا نحط هلا التايبس تو تايبس أوبن لوب أند كلوز لوب. هلا اوبن لوب بقدر استعمله اذا كان السيستم اوفر دامبت، ما بقدر استعمله اذا كان السيستم اندر دامبت. اوكي اذا اوبن لوب كان بي يوزد وين سيستم از اوفر دامبت، لكن هذا doesn't test the sensor. ماشي واضح؟ اذا احنا اذا بدي استعمل الاوبن لوب اللي يكون السيستم اوفر دامب، ولا اذا اعطاني اذا كان اندر دامب مش راح اقدر اطلع منه الفاليوز اللي هون. وهو بشكل عام زيجلر نيكلس بيفترض انه السيستم كان بي موديل از ديد تايم وفيرست اوردر سيستم. هيك التبسيط اللي صار. هلا الكلوز لوب كان بي يوزد اف سيستم از over damped or under damped. بس في عندي safety consideration. Includes transfer function of transducer. خطر انستابيليتي للسيستم. طبعا هذا بيعتمد شو هو السيستم، اذا كان السيستم فيه شيء خطر فيه انت بتقدم، بس في بعض الاحيان ممكن في السيستم فيه عندي خطر في السيستم لاني عمالي بزيد كي وممكن اتجاوز قيمه كي اللي بتخلي السيستم انستابل. اوكي؟ هلا بشكل عام ان جنرال هو اتس فيري اجريسيف. بينش هون على الهاي بتطلع موجوده هناك. اه طيب.